عظم الله اجوركم واحسن الله لنا ولكم العزاء بهذا المصاب الجلل. هسه راح احكي لكم عن موضوع انا وعيت عليه ببيتي تسوي، والى ان امي الله يرحمها هم كانت تسوي. يصير الطبخ كان هذه هاي من عادات وتقاليد الكرد، خلينا نقول الكرد الموالين، واحنا قلنا هذا الشريط الحدودي كل عاداته وتقاليده هي وإيران نفس الشيء. زين، وهاي خلينا نقول العادات والتقاليد اللي مكتسبيها هم من خلال الثقافة الإيرانية. مثلا هسه دا يطبخون الطبخ مال أبو عبد الله، شو يصير؟ يصير يشيلون فد كاسة أو فد هنجانة، كانت بيبيتي تطلع فد فتنجانة صغيرة من الحبية. احنا كنا نطبخ عيش فاطمة، تشيل من الحبية تبقيها للعام القادم، تقول هذا رزق البيت وبركة البيت حتى الله يطرح لنا الرزق والبركة. شو تسوي بيها هاي؟ هاي تخليها تقسمها على المونة، مثلا تمن الذب وياه عادي الطبخ ويا التمن، تخطه مثلا عدس تشيل وتحط وياه، شنو المونة الناشفة هذا يتوزع على المونة. قبل تعرفون المونة سوئنوية، فهذا يبقى من يطبخون يشيلون يسموها البركة، يبقى من العام إلى العام الآخر. التقليد الثاني شنو بالنسبة للرجال؟ كانوا يحلقون يوم الثامن، وما يحلقون إلا بعد السابع، مثل ما أي عزيز الله يحفظكم اسم الله عليكم يموت مو الرياجيل بعد السابع يحلقون، هم كانوا يوم الثامن يحلقون وما يحلقون إلا يوم التاسع، يقولون هاي نواسي بيها أميرة المؤمنين. شكرا زهرة زنقنة، عظم الله أجوركم.